تواصل مصر جهودها لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر. وأعلنت مصر عن فتح معبر رفح البري منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هنا داخل هذه الغرفة التي تحمل رقم 11 بمستشفى العريش العام يرقد الطفل الفلسطيني حسن عزيز سويلم، والذي بمجرد النظر إليه تأتيك الابتسامة من خفة ظله وحركاته وقفزاته المليئة بالطفولة. كان دائما حسن دائما صدره تعبان، لأنه يعني الأنبوبة دائما صدره كانت التهابات في الصدر، ودائما وظائف الكلى عنده عالية، فكان دائما في المستشفى تعبان. فطلعنا تحويلة الحمد لله يوم 27/4، طلعت أنا وحسن بس لحالنا، وبنات ضلهن في الزوايدة عند أبوهن. هلقيت حسن إحنا يعني إنها جت 2.5 شهر تقريبا. حسن سويلم الذي يبلغ من العمر 1 عام و3 أشهر جاءت به والدته من غزة إلى مدينة العريش المصرية بحثا عن علاج لطفلها الذي يعاني من أزمات في الجهاز التنفسي والبولي لم يجد لها حلا بسبب انهيار المنظومة الصحية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي. مستشفى العريش الحمد لله الخدمة حلوة، النظافة حلوة، التمريض على سلامتهم كلهم. للأمانة يعني كل شيء هنا حلو، يعني متاح موجود. يعني يحظى هذا الطفل بحب الجميع الذين يسهرون على خدمته ويعملون بكل طاقة وإمكانيات لتقديم كل الدعم الطبي والنفسي له ولوالدته، ولم لا، فهو في حماية ورعاية وطنه الثاني الذي لا يدخر جهدا في تسخير كل ما لديه لخدمة الأشقاء الفلسطينيين. تأمل والدة حسن في تحسن حالة طفلها ليحيا حياة كأي طفل طبيعي. فما أجملكم يا أطفال غزة، صامدون حتى وإن كنتم صغارا. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.